السلام عليكم، معكم الام ديال هبه اللي جيت البارح اللي دوزت بنتي من سبيطار لسبيطار، ديتها المديونه ما بغاوش يشدوها ليا، عاود هزيتها عطاوني واحد الورقه مشيت بالامبولانس حتى للصوفي ما بغاوش يشدوها ليا، تاني لاحوها مشيت للمستشفى الاقليمي ديال هاروشي ما بغاوش يشدوها، تري بقات كتعذب تما وكتبكي ما خلاونيش نهضر، السيكيورتي اللي كيهضر معايا كنقول ليه عافاك اعتق لي بنتي اعتق بنتي، كيقول لي اختي سير ما تدخليش، والطبيبات اللي كنهضر معاهم كيضحكوا وصوتهم حتى لبرا كيتسمع، كنقول ليه خليني غنشوفهم ما بغات حتى شي واحد يستقبلني، تري بقات في ديك الحاله بحال هكاك. وقف معايا الاخ من يوز مغارب، كون ما فهمتي يعني كون ما كانوش هما بفضل ديالهم هما بقاو سهرانين معايا بقاو يعني بقاو معاونيني حتى الليل، لاحوا لي بنتي حدا السبيطار وانا كناشد الناس وكنت كناشد يعني الدكتور اللي في الاداره قال لي خصك تخلصي، قلت لي خويا راه ما عنديش غير عتقولي غير بنتي ياكل لاكارت ناسيون، ما بغاو حتى شي حاجه ياخذوها من عندي البارح. بقى معايا واحد الاخ من يوز مغارب هو اللي بقى معايا سهران معايا حتى لثلاثة الصباح وانا في الزنقه وما بغا يهز لي حتى شي طاكسي، قالوا لي سيري ديها بنتك ما غاتولدش دابا، حتى شي طاكسي ما بغا يهزها لي حتى شي حاجه، غير واحد الناس اللي بقات فيهم هما اللي تطوعوا خداو ليها لومبينونس اللي جابني السيد حتى للبصافين كنسكن حتى الحلحال، الدريه في لومبينونس بعدا تفركعت لها الزكيه كتقول لي ماما غنموت ماما غادي نموت، انا دخت ما عرفتش شنو غادي ندير فهمتي، وثلاثه الصباح يعني ما عرفت ما بقيت حتى شي حل، طلعتها للدار. واش التقرير اللي عطاكم في المستشفى بان باقي ما حقش؟ قال لي باقا، قال لي الوالده مسدوده ما غاتولدش بنتك دابا، وقالوا ليها جراو عليها قالوا ليها سيري تات تشدك الوجوع وسيري اقرب سبيطار عندك حنا ما عندنا ما غنديروا لك، الدريه خرجت وكتقول لي ماما غنموت ماما غادي نموت، راك شفتوا الحاله ديالها البارح ونعسه في الارض والبرد ما حتى شي واحد مرحمني وحتى شي واحد معتقني، خرجوني من السبيطار قالوا لي وقعي حدا الباب، هزيت بنتي واحد السيد الله يعمره دار هو اللي فهمتي الناس طوعوا تم باش داني بلومبينونس ماشي هو اللي كاع كان جايبها غير كان واقف تم، ملي بقات فيه جابها للدار، طلعت اخويا للدار جبتها حطيتها قالت لي ماما بغيت بدلي لي حوايجي، هذيك الحاله انا ما نقدرش نقولها لكم فهمتي، ما نقدرش نقول لكم هذاك الشيء اللي عشتو البارح بالليل، انا ما نبغي حتى شي وحده فهمتي، انا كنشوف بنتي كتقول لي ماما كنموت انا ما عارفش كيفاش غندير ليها، بقات نعسه في الارض، كان بابا وكانت ماما تم، ماما ديابيتي كان عندها 66 عام حتى كتبان لي الدريه كتغوت وكتشهد كتغوت وكتشهد، انا حيت كنت بعند بسيكولوج ما قدرتش نشوف ديك الدم وديك الحاله. ماما ما عرفتش ولدت ديك التربيه، بنتي لاحت هذيك الطربيه في الارض في ديك البلاصه، وكنطلب الناس كنقول عفاكم عاونوني عفاكم عاونوني، حتى شي واحد ما بغى يشوف ديك الدريه، تصور بنتي كتشهد كتقول لي ماما غادي نموت انا ولدي، ماما بديك القوه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى جبدت ديك الطربيه تلاحت تلاحت بديك الخواط بكل شيء، وماما تخلعت كتغيب بابا خاف، انا هبط الزرقاء كنطلب المساعده حتى شي واحد ما بغى يعاوني، مشيت للجندار كنقول لهم عافاكم عطوني غير الامبولانس غير باش نعتق بنتي، انا ما طلبت شي حاجه اللي مستحيل، انا طلبت غير حق بنتي، بنتي مواطنه عندها حق تولد في اي سبيطار، كلهم رفضوني السبيطارات كلهم، بنتي ولدت في الدار انا ما قدرتش نشوف ديك الحاله، بركت في الزرقاء كنبكي كنعيط للامبولانس ما بغات حتى واحد يجي لعندي، مشيت عند الجندار دقيت عليهم بالليل بنتي كنقول لهم عافاكم عطوني غير لومبيلونس، ملي جاو مال لومبيلونس هزوها بقاو الطربيه كلها دم في الارض، بنتي مغيبه ساعتين وانا كنعيط ساعتين وبنتي كتنزف ساعتين وبنتي مغيبه ساعتين وانا كنشوف داكشي ما قدرتش نعس اصلا، هزوها داوها قلت لهم عافاكم خلوني نصور بنتي كيفاش ولدات وكيفاش، قالوا لي لا ما تصوريهاش بحال هكا صافي كل واحد يخلصوا الله، وانا بنتي كل ما تجي ديك الساعه شكون غياخذ لي حقي، هذوك الناس راهم في الحبس ولكن حقي ما يعني الداخل ديالي ما عمره غادي يبرد فهمتي، واخا هما مشدودين ديك الدريه عذبوها ليا، ديك الدريه انواع يعني اللي خطح لكم في بالكم مارسوها عليها، ديك الدريه اصلا مريضه، ديك الدريه كيفاش صبرات حتى ولدات ما كيفاش صبرات كتغوت ساعتين وهي تما، هزيتها مع ديك الخمسه الصباح عاد باش جات لومبيلونس داوها ليا المديونه، بقاو كيقولوا لي لا سيري تسنيها برا سيري تسنيها برا، الدريه خافت كتقول لي ماما ما واكلاش ماما سخفانه، كنقول لهم عافاكم خلوني مع بنتي راه مريضه، حتى شي واحد ما عقل عليا حتى شي واحد ما حن فيا ولا شاف ديك البنت، ما عندها حوايج مشات بلا مانطب حفيانه هزوها هكاك مصران ديال التربيه فوق كرشها معنقه ديك التربيه كلها دمايات، واحد الحاله اللي ما غنبغيها حتى شي واحد، ما غنبغيش شي واحد، كنشوف بنتي كتموت وما قادره ندير حتى شي حاجه، كنشوف داكشي وما قادراش ما قدرش نتحرك، كنشوف كنطلب الناس دقيت على كل دار كندق عليهم كنقول لهم عافاكم عتقوا لي غير بنتي عتقوا غير بنتي، مشيت عند الاساس كنطلب فيه كنقول عافاك عيط لي غير لومبيلونس، لومبيلونس ما جات حتى لخمسه الصباح عاد باش داو بنتي عاد باش هذيك الطربيه مسحوله والطربيه زادت ضعيفه، بنتي سخفانه
ما عرفاش الحاله الصحيه ديالها دابا كيفاش دايره، ما شفتهاش ما مشيتش باش نشوفها، انا ما عنديش باش نمشي نركب منها حتى المديونه باش نشوف بنتي، خليتها تما صيفطت غير الام ديالي هي اللي مشات دابا تشوفها وطلع الحاله ديالها. بنتي في الحاله ديالها صعيبه فهمتي، يعني مريضه ونزفات وساعتين وهي مغيبه هنا ساعتين، وانا كنبكي كنطلب الناس كنقول لهم عتقوها غير عتقوها. وانا من هذا المنبر انا كنطالب من السي عبد اللطيف الحموشي ومن سيدنا الله يطول لي في عمره ومن وزير الصحه، راه السبيطارات ما دايرينش خدمتهم، راه السبيطار اللي كنمشي ليه كيقرا وما كيديروش خدمتهم، ما كيقدروش على شي حاله كيصيفطوها لجهه اخرى. راه حتى شي واحد ما تسوق لي البارح، انا كل ما كانش هاد الاخ اللي انا واقف معايا دابا بقى سهران معايا، راه ما كان حتى شي واحد غيعاون ديك البنت، كانت تقدر تموت في الزنقه. سيد بقى معايا حتى 3 الصباح والبرد والضبابه، حتى شي واحد ما هزني، حتى شي واحد ما شاف فيا، لقيت غير الناس مالين طاكسيات مساكن، هما اللي جابوا لي لومبينونس، هما اللي خلصوها، هما اللي وصلوا بنتي حتى للدار، وكيقولوا ليها في عطاوني واحد الرابور قالوا لي بنتك الوالده مسدوده ما غاتولدش دابا، سيري ديها السيكيورتي كنهضر معاك يقول لي ما غاتدخليش، ما غاتدخليش، كنقول لهم عطاوني غير شي ورقه، قول لي غير شنو الحاله ديال بنتي شخصوها ليا. حتى شي واحد ما بغى يقول لي، حتى شي واحد ما بغى يقول لي فهمتي. انا ملي كنشوف بنتي كتشهد وكتقول لي ماما عتقيني، كتقول ماما ولديني ولديني يا ماما ولديني غيموت لي ولدي وغنموت انا. هذيك التربيه ما قادرش تهزو الدريه مريضه، كنقول لها هزي ولدك كتقول لي ماما ما قادرش نبرك، دوحه خيطوا ليها بلا بنش، كتقول لي ماما الحريق ما كاينش اللي غادي يعاونها سوى الله سبحانه وتعالى هو اللي فك. انا ما نقولش لك شي واحد اللي اعتقها ولا الله اللي اعتقها ولات بوحده. ملي كنشوف بنت عندها 17 عام وانا ما درت ماشي لايف ماشي جوج كندير كنطلب الناس كنقول لهم عافاكم بغيت غير هذيك البنت، ومازال زيدينا بالتهديدات دوك الناس اللي تكرفصوا عليا، مازال فهمتي يعني شردوني وما قدرهمش هادشي اللي تكرفصوا على ديك البنت وداو ليها شرافه. انا بنتي قالت انا بغيت ولدي انا ما غاديش نلوحو، قالت لك قلت ليها بنتي راه ما تقدريش تهزي حتى اصلا بنتي غير مؤهله تكون ام، انا ما عنديش الامكانيات ما خداماش باها ميت، انا الدريه كنشوفها كتموت بين يدي انا تلفت ما بقى عندي ما ندير، ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه قدامي، كنشوف غير الدريه ماما شاده ليها الخواط كتقول لي لا تموت بنتي شهدت شحال وهي مغيبه تما، كنشوف ديك الحاله ما قدرتش نصبر ما لقيتش. دابا ديوها داوها السبيطار، انا حاليا ما عرفاش الحاله الصحيه ديالها كيفاش دايره، حيت اللي كنمشي عندكم الوقت تقريبا هي مليوحه هذا جات النوبلوس ساعتين كنقول لك ساعتين وهي مغيبه وكتشهد والطربيه في البرد. ماما ما عرفتش ماما حيت المراه كبيره فهمتي هي اللي ولدتها، كتقول لها ماما عتقيني عتقيني خديجه بحال هكا كتقول لها، كتقول لها عتقيني عتقيني غير ولديني انا بيدي شديت كيبان لي الراس خارج. وعلاش انا بغيت نعرف علاش الهاروشي قالوا لي لا ما غتولدش ماشي وقتها باقي شهرها ماشي وهذا، ما خرج عندي حتى شي مسؤول اللي عطاني شي حاجه وقال لي لا راه الدريه يعني شنو كاين شنو كاين، عطاوني رابور قالوا لي بنتك ما باقا الوالده مسدوده ما غاتولدش دابا، بالحكم انا ملي جبتها للدار حطيتها ما كاملاش ثانيه يلا غادي ناكل انا وبنتي من العشيه وحنا خارجين، يعني من 7:30 ديال العشيه وحنا كنمشيو من السبيطار السبيطارات ديال كازا كلهم درتهم اللي كانت ديالهم، كيقول لي لا ما نشدوهاش لا ما نديوهاش بكره لا ما نشدوهاش قاصر لا نشدوهاش حامله من الزنقه، حتى شي واحد ما بغى يستقبلني. كل ما كانش هاد الاذاعه ديال نيوز مغاربه، كل ما كانش هاد الاخ اللي وقف معايا وصار معايا يعني دار مجهوده انه يعني توصل داكشي اللي بغيت، وبيد الله سبحانه وتعالى ما كانش هذيك الدريه قدرت تكون دابا كره ميته. حتى انا جبت بنتي في واحد الحاله اللي كنشوفها كتقول لهم هي ولات كتقول لنا غير ولدوني غير ولدوني، ما كاينش المعدات اللي غادي نشدها وغادي نولدها، ولدت منها الارض. ماما مشى في ديك التربيه غيبت وسط التربيه، بابا هرب يعني ما لقيتش كيفاش غادي ندير لديك البنت، ما لقيتش لها الجهد. وانا طلبت الناس وطلبت المسؤولين وكنطلب في السبيطار سيكريت كنقول لي عافاك اخويا ديرها اختك ديرها بنتك غير حن فيها غير شو غير شو غباله عطوها السيروم راه ما واكلاش، كاين حتى شي واحد شاف فيها حتى شي واحد، لقيت غير الرجال هما اللي هزوهم اللي بقات فيهم، وبنتي تلاحت للزنقه مصوره في الزنقه في الارض وكتقول لي ماما غنولد، والناس كيقول لي سيري ديها في حاله. بنتي ولات في هذيك البلاصه فهمتي، انا الداخل ديالي مرض تعقد ملي كنشوفها كتشهد، ما قدرتش نشوف هذه الحاله ما نكذبش عليك، ما انا ما نعشش البارح وكتقول لي ماما بغيت ولدي، مشيت عند السبيطار البارح قلت لها شوفي بنتي واش هذاك الولد، قالت لي ماما حدا لي ولدي باغا ولدي انا غير ربي ولدي انا غادي، قالت لي غادي يعاونوا الناس وغادي نربي ولدي وما غنعطيه حتى شي واحد، حيت اصلا ما عندهاش العقل ومريضه وراك شفتي الحاله ديالها.
طفل داق شويه في هذا فهمتي، حيت بقى شحال ساعتين هو في البرد، ساعتين هو الدري في البرد، ما كاينش اللي غادي يقدر يجي فهمتي، ما كاينش شي انسان غادي خاطر براسه ملي غيشوف طربيه كلها دم والام مريضه مغيبه غادي يجي غادي يدير المساعده ديالو. خليتها تما عصافي، شفت البنات قلت لهم عافاكم نشوف غير بنتي، قالوا لي خصنا نخيطوا ليها. ملي مشيت عندها قالت لي ماما بقي معايا، ماما بقي معايا، قالت لي الحاله ديالها ماشي تلهي وضعيفه وعندها بعد ميكروب وعندها فقر الدم عاد بس الخلعه. قالت لي ماما باتي معايا ما خلاني حتى شي واحد نشوفها. شفتها بقيت حتى لست الصباح حتى ادى الفجر، قالوا لي اختي خرجي الزنقه من ما قدرتش على البرد، وبقيت سخفانه ما واكلاش النهار كله. جيت للدار صيفت ماما هي اللي قلت لها سيري شوفيها وشوفي شنو يعني شنو خاصها شوفيها في السبيطار. باقي الحاله انا باقي ماما ما جاتش باش نعرف الحاله ديالها. شنو المحسنين اللي بغيت تعاونوا مع هبه؟ هبه بنت المغاربه كاملين. انا كنطلب من الناس المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي بغى يدير شي اجر في هذا الشهر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، يشوف من حال ديك البنت اللي بغى يعاون يعاون هذيك البنت وهذاك الولد. انا ما بغيتش بنتي ضاعت، بنتي مشى لها شرافه، مشات لها حياتها، مشات يعني ما دوزاتش طفولتها، بنتي عندها 17 عام، داكشي كاع اللي كنت منها فيها مشى كله. ما بغيتش هذاك الولد يضيع حتى هو. هي كتقول انا بغيت ولدي، انا ما بغيتش كيف طرا لي طرا هذاك الولد، يعني هي متشبته انها تاخذ ولدها، كتقول لي انا ولدي غادي ناخذه، واخا حنا باقي ما عارفينش الاب ديالو شكون، ولكن انا ديك الدري قالت انا ولدي بغيته. انا البارح كتشي كتقول لماما عتقيني، ماما غيموت لي ولدي، كنقول لها ما غاديش يموت، لا انت لا ولدك ما غتموتيش. هذيك الحاله قلت لك انا خويا ما كنتمناها حتى شي مسلم، باش تدخل بنت حفيانه للسبيطار عريانه، والله ياخذ الحق في هذوك الناس يتكرفصوا عليها وليداو ليا حوايجي وخلاوها عريانه. داخله بيزار للسبيطار تربيه ما لقيت لها واحد دابا هبه ما عندها لا ملابس لا هي لا ليها لا للتربيه. ودابا الطبيبه في الصباح قالت لهم خاصها الحليب بالتربيه، خاصها ترد حيت الام شويه عيانه. قالت لي السيده اللي مشات قالت لهم ما خصهاش ترد دابا، الدريه باقا عيانه باقا ما عندهاش الجد وما عندهاش الحليب حيت تخلعات. وديك الحاله اللي شفنا البارح راه حنا كنا تخلعنا، راه الحاله اللي شفنا البارح راه قلت لك راه ما تمناها حتى شي واحد، وسيرتو هي باقا صغيره بكره، راه ماشي شي واحد اللي عندها السوفل ولا عندها ما عتقوهاش. الله سبحانه وتعالى اللي اعتق، ما اعتقى حتى شي واحد، حتى شي واحد ما شاف فيها في ديك الحاله ديالها ما شافوهاش. كنطلبهم وكنترجاهم كنقول لهم عتقوا غير بنتي ما بغيت والو غير عتقوها، حتى شي واحد ما استجاب لي في ديك السبيطار. انا صوفي مشيت لي كيقول لي انا السيده اللي مشات معايا في لومبينونس قالت لي خليها تما ما عندنا ما غنديروا لها بكره، كلشي خاف منها. ملي ديتها لها روشي تا هما جراو عليا في الليل وفي البرد، ثلاثه الصباح وانا في الزنقه، ثلاثة الصباح ما كاين حتى شي واحد، مالين طاكسيات خافوا على ريوسهم. ملي بقيت فيهم هما المساكين اللي تطوعوا انهم شدوا لي لومبينونس، هما اللي جابوها حتى للدار. بنتي باش غنشوفها في ديك الحاله، لا سيروم لا معدات لا حتى شي حاجه، بنتي مشات عريانه للسبيطار هي والطربيه، مخشيه في بيجاما هي والطربيه بوحدهم. ملي مشيت قلت عافاكم عطيوها شي حاجه تلبسها للطربيه، ما انا ما عطينيش لا دات امتى بالضبط غتولد. الناس كيقولوا لي حتى لشهر جوج الاخر ديالو، يعني طلبت الناس على الحوايج قلت لهم عافاكم راه يعني انا ما خداماش، حتى هي ما عندهاش العقل، خصوصا انا يتيمه الاب، ما كاين حتى شي نداء اخويا حتى شي تجاوب.